وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وجه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية ووزارة شؤون الشباب والرياضة بوقف استخدام المنتجات المكتبية الورقية واستبدالها بوسائل التكنولوجيا الحديثة في التواصل وإجراء المعاملات كتقنيات صديقة للبيئة اعتبارا من شهر يناير 2019. وأضاف سموه أن هذا القرار يأتي في إطار حرص المجلس الأعلى للشباب والرياضة للعمل على حماية البيئة الطبيعية والبشرية لمملكة البحرين، والعمل على استدامة عناصرها والمحافظة على مواردها وتنميتها للأجيال القادمة، داعيا المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية والجهات التي تتبعها من أندية واتحادات رياضية ومراكز شبابية إلى تطبيق هذا القرار والعمل يدا بيد مع باقي الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأكد سموه على أهمية نشر الثقافة البيئية وزيادة مستوى الوعي البيئي وتعزيز قيم البيئة الخضراء والتنمية المستدامة عبر تشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة وتعزيز الشراكة المجتمعية مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية لحثها بضرورة المحافظة على البيئة ومواكبة كل من ما هو جديد لخلق بيئة مثالية خالية من التلوث وهدر الطاقة والعمل على تقليل التكاليف المترتبة على استخدام الورق في إجراء المعاملات.